كليك اف ام الاذاعه الاولى في تونس. سايس خوك ليه يا كابتن؟ شوف هناك يا خالد حسني، حبيت نقول لك، حبيت نتصل بيك. انا راهو من الاسبوع الفارت يا كابتن راهو ما يجيش. يا كابتن شفتك مع عبد الرزاق تشتح، قلنا ميسيلش. يا كابتن ربتوك شابو متاع شرلوك، قلنا ميسيلش. يا كابتن راك قاعد تغلط في اغلاط وادي فوت فاتحه وكبيره. صحيح يا كابتن وبابات اللاميز وطول موند، صحيح نمشي معاك في هذا، لكن يا كابتن نسمع فيك وقت البارح في قناه ونسنش تقول يا مختار راهو ما يجيش راهو عيب. يا كابتن راك في العمر هذا لازم تعرفش تقول من فمك يا اخي. يا كابتن لازمك توا حلول جذريه ولا حرور رداعيه. يا اخي لازمك تلقى حل تخرج بيه للراي العام وتحكي يا كابتن شنو اللي عملته راه ديناميت يا اخي. يا اخي كفينا يا اخي، رانا فدينا مش هي هذا يا كابتن، مش هكا يا احمد؟ بالطبيعه سيدي خويا الاخر هذه مختار سيدي خويا، ذاك كلام تقولوا برا توي شنو باش تخرج وتحكي لهم العباد؟ باش تقول لهم كيما فازت هذيك نتاع الاسبيرونس وقتها وقلت لهم محسوب هي نانسي عجرب وفبركوا لها فيديو؟ شنو سيدي خويا كل 10 سنين تعمل لنا عمله؟ لا 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 مبداش تكبر في الامور وتخرجوا فيها من اطارها. راني نغري ونتشتش في الحوته ولا كي حوته ما عادش عارف حتى شنو نقول. لا تم اخراج كلامي من سياقه. كيفيه يا كابتن تم اخراج كلامك من سياقه؟ يا كابتن ديميسيون كانت في المباشر اون ديريكت يا كابتن، هذا لايف يا اخي. يا اخي كفينا، شنو هي اللغه هذه؟ اش باش تقول توا؟ شنو اللي خرجوا لك كلامك من سياقه يا اخي؟ ما يجيش راه عيب يا كابتن، ما يجيش. يا ودي مش مشكله تو نتصرف، تو نهبط بيان نقول ما قلتش هكاكه، تو نلقى كلمه، تو نقول مثلا نقول هذاكم ملائكه مثلا، ملاك على وجه الارض كهو ملايك الناس هذاكم، شو المشكلة؟ عليها ما تجيش هذيك أمورهم، ما سمعوش ما فهموش هذيك أمورهم. أنا عش نقلت بلي بلك والعباد باش تصدقك. لا لا لازمك حل آخر مخير سيدي خويا. بيان سور هاو الكلام صحيح، برافو مسيو احمد، هذا الكلام صحيح. مختار يفو تروفي اون سوليوشن يا كابتن، لازمك تلقى حل. انا بالنسبه لي تخرج وتعتذر للراي العام، قول لهم ديزولي يا اخي كلمه خرجت وكاو يا كابتن. لا 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 سي بون لقيتها، الامور جميله سي بون. هاي يا بابا هاي الفكره موجوده. يلا يا كابتن اون تيكون، اعطينا الفكره يا اخي. الفكره الجميله لقيتها سهله ياسر. أتو نخرج ونقول لهم هاك الطفل ميغالو هذاك بابوش بومصة خرج هو في التلفزة وتكلم بصوتي، قاش هو حب يعمل لي مشكلة وفازة وهكا وهكا وهذاك الحل الوحيد. بلاي بل مش تعمل مشكلة ما هكا شنو تخسر ومستعد انت؟ شو المشكلة يا أخي؟ نخسر الناس الكل، المهم نمنع روحي هذاك الحل. أيو يطلب لي إذاعات خلينا نبدأ نحكي تو ونقول لهم ونفسرهم، قل ما هو هذاك مش أنا وذاك الطفل ميغالو ميغالو شو اسمه هو اللي قالها واموره ويتحمل هو مسؤوليته. يا اخويا انباسيه ولا انباسيه انا سايس خوك.